بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أولا، الحقيقة الوحيدة الثابتة ولا مجال لأي حد يهرب منها هو الموت. احنا ممكن نمرض وممكن نمرضش، ممكن نبقى أغنياء، ممكن نبقى فقراء، ممكن نخالف وممكن ما نخالفش، ممكن نخالف انما كلنا ميتين. اما الموت فلا يمكن ان ينجو منه احد اطلاقا. ورغم هذه الحقيقه كل واحد من الناس او مننا متصور ان الأمة الناس كلها هتموت ما عدا انا، يعني هيتنسي مخلد ابد الابدين. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني عارف في عظيم الكتاب بيقول لك ايه؟ يقول لك خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نعم. واخد بالك؟ اقرب اليه من حبل الوريد. اذا تلقى المطلقين عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. شاف ربنا بيبين لنا احنا قاعدين بقى بنتكلم وكذا. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا ما كنت منه تحيد. يعني كل واحد بيقول انا هو قاعد بيخلي انا عندي بدليل. ساعات بشوف ناس حتى فوق الـ80 وفوق الـ90 ومتمسكين بالكراسي ومتمسكين بالقوة والسلطة. ايوه يعني فتنة الحياة الدنيا، لان الناس بتعشق الحياة بتعشقها. واخد بالك؟ إلا من رحم ربي، يعني بتعشق. ونحن نشتاق للجنان، للجنان اللي هي الجنة. واخد بالك؟ أيوة. فحتة بقى ان واحد بيحتضر ممكن جدا الجميع بيبقوا موجودين ما عدا هو في حتة تانية، حتى لو ما كانش مريض او كما قال. يعني دكتور مجدي، الواحد بيبقى حاسس، يعني الانسان بيحس ان هو مقبل على الموت او ان عزرائيل جاي بيشوف. طبعا انت بيشوفه؟ طبعا بيشوف، بس انتوا بنحس يعني كلنا اللي قاعدين يعني ممكن جدا يجي له ملك الموت الموكل بيه وهو بيتفرج على التلفزيون. اصل ساعات انا يعني ليا اصدقاء يقول لك ده كان قاعد مش عارف بيشرب سيجاره، حط سيجاره وقع مات. بالظبط. دخل مش عارف يتوضى مات. ده أيوة. يعني هو بيرقص مع مراته مات. يعني لحظات. ايوه طبعا، يعني بيبص يلاقي ملك الموت، واخد بالك، ومعاه الفريقين ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. لان حتى الملائكه الى ان يصلوا ويقفوا منتظرين من سيحمل هذه الروح الى بارئها. يعني هل ملائكه الرحمه ام ملائكه العذاب؟ يعني موجودين لا يعلموا. وساعه قبض الروح يعلم ملك الموت الموكل به، واخد بالك؟ فبيعرفوا ساعتها هو رايح هنا ولا رايح هنا. بالظبط. الانسان بيشوف، يعني بصرك اليوم حديد، بيشوف طبعا بيلجم لسانه ما بيتكلمش خالص، يعني اللي جواه مش قادر يقوله. طبعا. طب انا اللي يشوفه ما يقدرش يقوله. طب هناخد اول اتصال تليفون في حلقتنا النهارده هبه، وعايز اقول برضو في كتير قوي بيكلموني يقول لك ده مثلا شخص معين طلب انه يقابلهم او طلب انه يشوف اصدقائه، ويقول لك بقى له فتره طويله ما سالش عليهم كان قلبه حاسس قبلها ب 40 يوم. هقول لك. طب ناخد هبه ونرجع للنقطه دي. طيب. ماشي هبه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام.